الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع مقاتل الطالبيين، وقد أنهينا في الدرس الماضي ما حدث في أيام الهادي وهو الرابع من خلفاء العباسيين، واليوم نحن مع هارون الرشيد وهو الخامس من خلفاء العباسيين. قتل في عهده أحد أبناء علي رضي الله عنه وهو يحيى بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وكنيته ويكنى بأبي الحسن، وهو كان حسن المذهب والهدي، وكان مقدما في أهل بيته بعيدا مما يعاب على مثله. آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نسمة منه، فتجد دائما على الهدي وعلى الخير العظيم، وأيضا المحارب دائما يحتاج إلى أن يكون سمته ظاهرا. وانقسم كما أخذنا في الدروس الماضية أن آل أبي طالب رضي الله عنه انقسموا إلى قسمين: قسم اتجهوا إلى العلم كمحمد وابنه جعفر ولم يتعرضوا للخلفاء ولا للحكام ولا ما يقاربه، وبعضهم ارتضى أن يكون قدوته الحسين رضي الله عنه في طلب ما يظن أنه حق لهم. فممن وقع في آخر الحديث الماضي وهو المعروف الحسين صاحب فخ الذي قتل في أيام الهادي. هذا الرجل كان مع الحسين صاحب فخ، فهرب وانعزل فترة زمنية لأن الهادي لم يكن أطال في حكمه، حكم قرابة السنة، ثم خلفه هارون الرشيد. هذا الرجل وهو الحسين يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن كان قد تربى في حجر جعفر بن محمد رضي الله عنه المعروف بجعفر الصادق، وهذا الرجل أوصى إليه وإلى جاريته وأم ولده، إلى أم موسى وأم ولده، وهذه في الفقه من باب الوصايا أن الإنسان يوصي إلى إنسان أن يسدد دينه وأن يقضي ما عليه، وهذه بابها معروف في باب الفقه. هذا الرجل يعني كان له في المدينة أيضا حظ، كما أنه التقى بمالك بن أنس رضي الله عنه، ومالك لأنه يحفظ حق هؤلاء وأهل بيت علي رضي الله عنه كان إذا رآه مقبلا قام عن مجلسه وأجلسه مكانه. ويعني كما جاء في صفة هذا الإنسان وهو يحيى قيل أنه كان قصيرا آدم، الآدم هو الذي يميل إلى السواد، إذا قالوا إنسان آدم بمعنى أنه قريب إلى السمار، حسن الوجه والجسم، تعرف سلالة الأنبياء في وجهه رضوان الله عنه. هذا الرجل لما قتل الحسين صاحب فخ هرب واستتر عن هارون الرشيد. هارون الرشيد في بداية خلافته كان قد ناهز 22 من عمره، كان في كفالة يحيى بن خالد بن برمك، ويحيى بن خالد بن برمك يعني ملأ الدنيا ذكاء وعقلا وشجاعة وكرما، وهو مضرب المثل في الكرم، يعني البرامكة أولهم خالد بن برمك، وخالد بن برمك جده أو أبوه برمك كان مجوسيا ثم أسلم، وولد خالد في بداية الدعوة العباسية وكان سيدا عظيما، حتى كان يسمي السؤال الزوار تحسينا لللفظ، لا يسميهم السؤال وإنما يسميهم الزوار. وجاء في ترجمة خالد بن برمك أنه زوج معظم أبنائه وأبناء عمومته حتى لم يحتج إليه إنسان، وكان في عهد المنصور. ثم لما كان في عهد المهدي كان خالد ابنه يحيى قد بلغ معه مبلغا عظيما، حتى قيل هما اثنان يعني ولدا وهم آباء، عبد الملك بن مروان ويحيى بن خالد بن برمك، حتى قيل في المثل ولد الناس ابنا وولد خالد يحيى أبا لشدة عقله وتوقده. فيحيى بن خالد بن برمك كان هو الذي يعتني بهارون وهو أبوه من الرضاع، فكان ليحيى ابنان، كان له الفضل وجعفر،
له أبناء كثيرين، لكن الذين اشتهروا الفضل وهو أخو هارون الرشيد من الرضاعة، وجعفر الذي عرف بجعفر الوزير. الفضل لأنه يعني قريب من هارون الرشيد لجأ إليه هذا الرجل وهو يحيى بن عبد الله، فأعطاه كتابا أنه آمن أينما ذهب، يعني مثل كتاب لمن يهمه الأمر أن إذا وجدتم هذا الرجل فخلوا سبيله أو ما شابه ذلك. لذلك أوصاه أن يذهب إلى منطقة الديلم، والديلم ما بعد خراسان، وهي قريبة إنها لم تدخل في الإسلام دخولا كاملا، فبعض النواحي لا زالت على العهد القديم على كفرهم أو ما شابه ذلك. فلذلك الفضل أراد أن يبعده عن دائرة الخلاف، الغرب لا يعرفون فيها شيء، لكن المشرق لأن خالد بن برمك منهم فيعرفون من أسرار تلك البلاد ولهم وجاهة في ذلك المكان. فظل هذا الرجل متنكرا يعني يدور في هذه المناطق ذاهبا إلى الشرق، حتى عرض رجل لهارون الرشيد، فهذا الرجل قال يا أمير المؤمنين نصيحة. الآن رجل تعرض لهارون الرشيد قال يا أمير المؤمنين نصيحة، فهارون الرشيد قال لهرثمة اسمع ما يقول، كان يقول أخبر حاجبي أو قائدي هرثمة ما تريد أن تبلغه لي، فقال إنها من أسرار الخلافة، يعني ما سأحدثك به هو من أسرار الخلافة، فأمره ألا يبرح. فلما كان وقت الظهيرة دعاه فقال أخلني. إذن هذا الرجل واعي جدا أن ما سيخبر به هارون الرشيد هو خبر لا يحتمل أن يعلمه غير هارون الرشيد. هارون التفت إلى ابنيه فقال له انصرفا، فبقي معه خاقان وبقي معه الحسين أحد مواليه. فلما قال له تكلم نظر إلى الرجلين فقال لهما هارون تنحيا، ففعل. إذن بقي هارون الرشيد مع الرجل لا يسمعهما أحد. قال قل، قال على أن تؤمنني من الأسود والأحمر. قال نعم وأحسن إليك. قال كنت في خان من خانات حلوان، فإذا أنا بيحيى ابن عبد الله في دراعة صوف غليظة وكساء صوف أحمر غليظ، ومعه جماعة ينزلون إذا نزل ويرتحلون إذا رحل ويكونون معه ناحية. إذن هذا الرجل دقيق، ينزلون ويرحلون لكنهم كأنهم ليسوا معه. قال فيوهمون من رآهم أنهم لا يعرفونه وهم أعوان، مع كل واحد منهم منشور بياض، يعني كلام عام مطلق، سلام منشور بياض يؤمن به إن عرض له، إذا تعرض له أحد هذا المنشور يسمح له بخلوه. قال أو تعرف يحيى؟ أنت تعرف يحيى؟ قال نعم قديما، وذاك الذي حقق معرفتي بالأمس له. قال فصفه لي. قال مربوع، المربوع هو إلى القصر أقرب، مربوع أسمر الذي قدمنا أنه آدم، حلو السمرة، أجلح، حسن العينين، عظيم البطن. قال هو ذاك. فما سمعته يقول؟ قال ما سمعته يقول شيء غير أني رأيته ورأيت غلاما له أعرفه لما حضر وقت صلاته، فأتاه بثوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبته الصوف ليغسلها، فلما كان بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر صلى صلاة ظننتها العصر، أطال في الأولتين وحذف في الأخيرتين. فقال له الرشيد لله أبوك، تعجبا من وصفه، يقول لجاد ما حفظ تلك صلاة العصر وذلك وقتها عند القوم. المذهب عند الشيعة في حتى إلى وقتنا هذا أنهم صلاة الظهر والعصر وقتها واحد، وصلاة المغرب والعشاء صلاة وقتها واحد. قال أحسن، يقول أحسن الله جزاءك وشكر سعيك
فما أنت وما أصلك؟ هذا الرجل الذي أخبر الرشيد عن يحيى قال أنا رجل من أبناء هذه الدعوة. أبناء هذه الدعوة يطلقون عليها القصد أنه ممن تربوا مع آبائهم على حب هذه الدولة، لأن الدولة العباسية بدأت في 100 بدأت دعوتهم، خرجت إلى الدنيا 127 ثم هزموا الدولة الأموية فبدأت دولتهم من 132. قال أنا رجل من أبناء هذه الدعوة وأصلي مرو ومنزلي بمدينة السلام. الآن هارون الرشيد أخذ المعلومة التي يحتاجها عن خصمه يحيى، والآن كيف نوهم الناس أنه لم يقل شيء؟ قال فأطرق مليا ثم قال كيف احتمالك لمكروه مني تمتحن به في طاعتي؟ قال أبلغ في ذلك حيث أحب أمير المؤمنين. قال كن بمكانك حتى أرجع. دخل هارون الرشيد إلى حجرة خلفه ثم خرج معه صرة فيها 1000 دينار ثم قال خذها ودعني وما أدبر فيك. أخذها الرجل شد عليها ثيابه ثم قال هارون يا غلام، فجاءه مسرور، عرف مسرور هذا بالكبير لأنه وجد مسرور غيره. قال يا غلام، فجاء مسرور وخاقان والحسين فقال اصفعوا ابن اللخناء، فصفعوه نحو 100 صفحة فخفي الرجل بذلك ولم يعلم أحد بما كان ألقى إليه الرجل، وظن أنه ينصح بغير ما يحتاج إليه. كأن هارون أوهم الناس أن هذا الرجل إنما أخبر هارون الرشيد بعد هذه المحاولة من الإخلاء حتى بقي هارون الرشيد أخبره بشيء لا قيمة، فبذلك خفي عليهم حتى أوقع هارون بهذا الرجل. فما الآن هارون الرشيد علم أن الفضل يعني ربما دبر شيئا، ربما دبر شيئا، فأراد أن يمتحن الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك، فولاه المشرق المكان الذي فيه من يحيى، قال له وليتك المشرق فاسعى في البحث عن هذا الرجل. وضعه ماذا؟ في مأزق خطير. فما كان من الفضل إلا أن بعث إلى يحيى بكتاب وعهد وقال له أخشى أن تبتلى بي وأبتلى بك، فكاتب صاحب الديلم، فإني قد كاتبته لك لتدخل في بلاده فتمتنع به. أراد الفضل أن ينجو من هذا المأزق الخطير. يحيى بن عبد الله بن الحسن، وهذه مشكلة تقع في أي إنسان عندما يبتلى بأصحاب سوء، لأن الإنسان إنما يتقوى بأتباعه، يعني كما أخذنا في دروس الدولة العباسية أن القرامطة لما خرجوا على الدولة العباسية بعد السنة 280 و290 أن كان عددهم 1500 خرجوا من هجر وانطلقوا إلى الكوفة، والجيوش الضخمة عددها 20,000 و30,000 و40,000 لم تقف في وجههم وهم 1500. فبعث الموفق أحد قادة المسلمين العظام الموفق بن أحمد بن الواثق، بعث إليه يهدده، فضحك هذا الرجل وهو في هجر، ضحك من هذا الرسول لأنه هدده أن عندهم قوة هائلة وعدد، فقال لأحدهم تعال. قال نعم. قال أبعج بطنك، فأخرج السكين وغرزها في بطنه حتى خرجت أحشاءه ومات في مكانه. ثم قال للآخر أرأيت الماء؟ قال نعم. قال اغطس ولا تخرج، فغطس فلم يخرج. وقال للثالث اصعد هذا الجبل هذا البيت وانزل على رأسك. فلما رأى هذا الرسول قال إن كان عنده مثل هؤلاء فهو يملك جيشا. فلذلك الإنسان بأتباعه، فإن وجد أتباعا يثقون به فسيحقق بهم، لأنهم سيكونون كما قال الحطيئة لما قيل له كيف كنتم؟ قال كنا 1000 عاقل و1000 شجاع. قال كيف ذاك؟ قال كان فارسنا عنترة نهجم إذا هجم
ونكبح جماحنا إذا رجع، فكنا شجعانا بذلك. وكان قيس ابن زهير هو الذي يأمرنا وينهانا، فكنا عقله، فهو الحاسب. يحيى ابتلي بابن للحسن ابن صالح ابن حي، وهذا قدمنا أنه كان من الزيدية في الدرس الماضي. هذا الرجل كان من على مذهب الزيدية، لكنه يعني في أول 6 سنين من اتباعه ليحيى كان على الهدي الصالح، لكن بعد 6 سنين بدأ يكفر يعني بما آمن به، وبدأ يشرب النبيذ، وبدأ يمسح على الخفين، يعني خالف مذهب الزيدية في هذا الباب، بل إنه جعل يفسد أصحاب يحيى عليه، حتى أنه في إحدى المرات تأخر يحيى فلم يعني انشغل بالوضوء، فقام هذا ابن الحسن وصلى بهم، ثم بعد الصلاة قال: على ما نقتل أنفسنا في رجل، يعني لا نعرف ما يريد. فيحيى لما علم يعني أنه لم يرضى مذهبه ولم يرى منه هذا الأمر، يعني خاف منه كثيرا. في إحدى المرات قدمت له هدية ليحيى وهي بعض الطعام، فدخل عليهم ابن الحسن ابن صالح ابن حي فوجدهم يأكلون، قال: تستأثر دوننا؟ قال: ما استأثرت، إنما أهديت لي فأحببت أن أشارك بها من حضر. يعني قال: لا، ولكنك الآن تستأثر بهذا، فإذا وليت الخلافة ستستأثر أكثر. وبذلك أفسد عليه أصحابه، فما كان من يحيى إلا أن راسل الفضل أنه يريد العودة إلى بغداد وأن يفعل ما شاء به هارون الرشيد. فلذلك لما قال له يعني أحد أتباعه وهو عبد الله بن موسى، قال يا عم ما بعدي مخبر ولا بعدك مخبر، يعني لا أحتاج أن تسأل عني ولا أحتاج أن أسأل عنك، يعني أريد خبرا واضحا صريحا، فأخبرني بما لقيت. وما كنت إلا قال هذا يحيى، قال: وما كنت إلا كما قال حيي بن أخطب اليهودي. حيي بن أخطب اليهودي مشهور عنه أنه قتل في يوم بني قريظة. هذا الرجل من سادة بني قريظة، بني النضير وبني اليهود عموما. وهذا الرجل كما جاء في الأثر عن صفية رضي الله عنها قالت: كنت أحب أبناء أبي إلي وأحب أبناء عمي أبي ياسر إلي، ما رأياني قط مع أبنائهم إلا قدموني دونهم. فيقول: فلما جاء يوم خرج أبي حيي وخرج عمي أبو ياسر قبل الفجر فلم يأتي إلا والشمس آذنة بالغروب وهما كالين تعبين، فجئت إليهما والله ما التفت إلي، فقال: أهو هو عمه أبو ياسر، عمه أبو ياسر يسأل حيي: أهو هو، يعني الذي نجده في التوراة والذي نؤمن أنه سيأتي؟ قال: هو. إذن جلس مع النبي أكثر من 12 ساعة حلل فيها النبي، فعلم أنه الرسول الذي يجدونه في كتبهم. أهو؟ قال: هو. قال: فما عندك؟ قال: عداوته محيت. لذلك ألب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الأحزاب على النبي المدينة. فلما ذهب إلى بني قريظة وطرق بابهم فقال له كعب بن أسد: ارجع. قال: جئتك بعز الدهر. قال: بل جئتني بذل الدهر، وجئتني بكهام جهام يرعد ويبرق ليس فيهما. فما زال به كما جاء في الأثر يفتله بين الحبل والغارب، حتى قال كعب: أفتح الباب وأنقض عهد محمد بشرط، إذا عاد الأحزاب ولم يستأصل محمدا أن تدخل معي حصني يصيب كما أصاب. فلما ولى الأحزاب وفتح النبي بني قريظة جيء به لخبثه، قطع بردته قدر الأنملة حتى لا تسلب بعد، واحدة. ثانيا
نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لمت نفسي في بغضي إياك، ولكنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. فيحيى بن عبد الله يقول عن يعني يقول أنا حالي الآن أصبح كحال حيي بن أخطب اليهودي عندما قال: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكن من لا ينصر الله يخذلي، فجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العز كل مقلقلي. يعني بالنسبة لي هذا الذي بذلته، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينصرني. الآن رجع إلى هارون الرشيد لما بلغه أن يحيى بن عبد الله يريد الأمان ويدخل، وهذه مصلحة عندما يكون خصمك لا تعرف أرضه ولا تعرف ما يؤلب لك ولا تعرف كيف تتحول الدنيا معه، وإنما هي بيد الله قد تنقلب بين يوم وضحاه. فلما بعث إليه أنه يريد الأمان، سارع هارون الرشيد وجعل له الأمان، وكتب نسختين، إحداهما مع يحيى والأخرى مع هارون الرشيد، ودخل إلى بغداد، حتى قال مروان ابن أبي حفصة: وقالوا الطالقان يجن كنزا سيأتينا به الدهر المديل، فأقبل مكذبا لهم بيحيى، وكنز الطالقان له زميل. وبذلك يعني دخل إلى بغداد، ولما وصل عند هارون الرشيد أجازه بجوائز سنية عظم له هارون، حتى قيل أنه أعطاه 200,000 دينار، 200,000 دينار وغير ذلك من الخلع والحملان، كل ذلك يعني يريد هارون الرشيد أن يعني يطمئنه. لكن هارون الرشيد طلب له العلل، يعني أراد أن يكون هذا الشخص تحت الثرى، وجوده على ظهر الأرض يعني شعر هارون الرشيد أنه يسبب له الإزعاج العظيم، لأن كما يقولون لا يكون فحلان في قطيع واحد. فهارون الرشيد ظل يعني يبحث يمينا يبحث شمالا، حتى اطلع على رجل جاءه اسمه فضالة، قبض عليه هارون الرشيد وزعم: أنك تدعو لبيعة يحيى، أنت يا فضالة إنما جلست في هذا المكان تدعو إلى بيعة يحيى، فاكتب إلى يحيى تخبره أنك عرضت الأمر على بعض قواد وأصحاب الرشيد ففعلوا، أنا موافق. فكتب فضالة وبعث بها إلى يحيى. فلما جاء الكتاب إلى يحيى دخل به على يحيى بن خالد وزير هارون الرشيد وقال: هذا كتاب من فضالة، وهذا الكتاب كذب علي، وأنا لم أكتب ولم آمر ولك، حتى يعني يبرئ ساحته. هارون الرشيد طابت نفسه، لكنه سجن فضالة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تسجنه وأنت ظالم له لأنه لم يرتكب جرما؟ قال: نعم، لكن والله لا يخرج من حبسي وأنا حي، يعني وإن كنت ظالما له لكن سيظل في حبسي. فلما قيل لفضالة: يعني هل ظلمك؟ قال: لا، ما ظلمني، كنت عهدت إلى يحيى إذا جاءك مني كتاب أن لا يقبله وأن يدفع الرسول إلى السلطان حتى أن يخدعون هارون الرشيد. طبعا يحيى لما اطلع على أن هارون لا يريده استأذنه في الحج ففعل. فهناك يعني لما أراد أن يذهب للحج شهد عليه بعض، يعني ذهب للحج وجلس في مكة، لكن بعض أهل الحجاز غفر الله لهم زعموا أنه يريد الخلافة وأنه يدعو إلى الخلافة، فقبض عليه هارون الرشيد مرة أخرى وبعث به إلى بغداد. هناك بدأت بعض المناظرات بينه وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد كانت معه كتب يزعم أنها كتبت إلى يحيى، وكتاب في يده وطرفه مع يحيى ابن عبد الله، وجعل يعني يتناقشان: قلت وقال، وما هدفك؟ حجج بين هارون الرشيد وبين يحيى، حتى قال أحدهم: أن أتيح له حرباء تنصبه، لا يرسل الساق إلا ممسك ساقه،
يصفون الحرباء بالحذر، ومن نظر إلى الحرباء لا تترك الغصن حتى تستثبت من الغصن الآخر الذي ستنتقل إليه. فهارون الرشيد قال له: ويحك، أتؤيده أم تنصره؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لكن شبهت مناظرتكما بذلك. فيحيى قال له هارون الرشيد: أينا أحسن وجها، أنا أو أنت؟ فقال يحيى: بل أنت يا أمير المؤمنين، إنك لأنصع لونا وأحسن وجها. قال: فأينا أكرم وأسخى، أنا أو أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا سواء، أنت تجبى إليك خزائن الأرض، وأنا أتمحل معاشي من سنة إلى سنة. قال: فأينا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أو أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، أجبتك عن اثنتين، فاعفو عن الثالثة. قال: والله لا أعفو أو تجيب. قال: يا أمير المؤمنين، اعفني عن الجواب. قال: علي بالطلاق والعتاق، لا أعفيك. قال: اسمع يا أمير المؤمنين، لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب إليك أتزوجه؟ قال: نعم. قال: وإن خطب إلي أيحل أن يتزوج مني؟ قال: لا، لأنه من ذرية النبي. قال: قد أجبت عليك يا أمير، أنني أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هناك بعض الناس اسمه عبد الله بن مصعب المعروف بالزبيري، هذا الرجل من ذرية الزبير رضي الله عنه، هذا أحد من طعن في يحيى أنه يدعي إلى الخلافة. فجمع هارون الرشيد بينه وبينه، فمصعب يقول عبد الله بن مصعب يقول: والله يا أمير المؤمنين، لقد دعاني إلى بيعته. فالآن بدأت المناظرة، يقولون بعض القصص مختلقة، يعني قد تكون هذه القصة منها لكنها مشهورة، إنما ذكرناها لطرافتها. يقول طبعا يحيى لا ينظر إلى عبد الله، ينظر إلى هارون الرشيد، فقال: يا أمير المؤمن، أتصدق وتستنصح وهو ابن عبد الله بن الزبير الذي أدخل أباك وولده الشعب وأضرم عليهم النار حتى تخلصه أبو عبد الله الجدلي صاحب علي رضي الله عنه عنه؟ يقولون أن عبد الله بن عباس رفض البيعة لعبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير حلف أن يحرقهم بالنار أو يبايعوا، فدخلوا إلى شعب أبي طالب فذكره بهذا الموقف. هذه أولا. وثانيا، هذه عد كذب صراح، أن عبد الله بن الزبير يقولون ظل 40 جمعة لا يصلي على النبي، هذه مختلقة. طبعا يزعمون ماذا؟ قال: إن له أهل بيت سوء، يعني عن علي رضي الله عنه وآل بيته، يقول: إن هؤلاء أهل بيت سوء، إذا صليت عليه أو ذكرته اعتلوا أعناقهم لذكره وفرحوا بذلك، فلا أحب أن أقر عيونهم بذلك. وهذه كذب لا شك فيها. أيضا يقولون أن عبد الله بن الزبير ذبح بقرة، يقولون فوجدوا في كبدها نقبة خروق، فتعجب أبناء عبد الله بن العباس فقالوا: يا أبتي، أما ترى كبد هذه البقرة؟ فقال عبد الله بن عباس: يا بني، هكذا ترك ابن الزبير كبد أبيك. طبعا هي ليست صحيحة، لأن مدح عبد الله بن الزبير مدحه عبد الله بن عباس، قال: إني أعد له من الفضائل ما لا أعدها لأبي بكر وعمر. فأمه أسماء ذات النطاقين، وأبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته وعمته صفي وعمته خديجة، خديجة لأنه من بني أسد، خديجة بنت خويلد بن أسد، وجدته لأبيه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة. فيعني وجده أبو بكر، له من الفضائل هذه ثابتة عنه رضي الله عنه. حتى أن يعني يقولون أن يحيى هذا أراد أن يعني ينبه هارون الرشيد لذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد شتم معاوية رضي الله عنه عليا، فقام عبد الله بن الزبير فساعده، سب الحسن بن علي بن أبي طالب، فعبد الله بن الزبير ساعد معاوية في سب من؟ الحسن. فقال معاوية: مه يا عبد الله،
قال: يا أمير المؤمنين إنما ساعدتك. قال: آكل لحمي ولا أدعه لآكل، لأن معاوية من بني عبد مناف. فهذه إنما من باب الطرفة ليس أكثر. يعني الآن عبد الله ابن مصعب وجد الحرج، لأنه ذكره بأشياء ما كانت تنبغي، وهي نوع من تأليب عليه، حتى يعني وصل به الأمر إلى أن قال: إني يعني يا عبد الله ابن مصعب، إن كنت تزعم أني دعوتك إلى بيعتي والخروج على هارون الرشيد، ألا تذكر أنك خرجت مع أخي على أبيك، يعني على المهدي أو على المنصور؟ يعني أنت يا عبد الله مدحت أخي لما خرج على آل العباس، وقلت: إن الحمامة يوم الشعب من دثن هاجت فؤاد محب دائم الحزن، إنا لنأمن أن ترتد ألفتنا بعد التدابر والبغضاء والإحن، حتى يثوب على الإحسان محسننا، ويأمن الخائف المأخوذ بالدمن، وتنقضي دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابد وثني، فطالما قد بروا بالجور أعظمنا بري الصناع قداح النبع بالسفن، قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا، إن الخلافة فيكم يا بني الحسن، لا عز ركنا لا عز ركنا نزار عند سطوتها إن أسلمتكم، ولا ركنا ذوي يمن ألست أكرمهم عودا إذا انتسبوا يوما، وأطهرهم ثوبا من الدرن، وأعظم الناس عند الناس منزلة، وأبعد الناس من عيب ومن وهني. الآن قذفه بآبدة، مدح عبد الله بن مصعب للخروج على العباسيين. سلام. فالآن هارون الرشيد سينسى كل شيء ويقبل على هذه النقطة. يقول: فتغير وجه هارون الرشيد عند استماع الشعر، فقال عبد الله: يحلف بالله ما قالها، وإنما قالها رجل يقال له سديف. فقال يحيى: يا الله يا أمير المؤمنين، ما قالها غيره، وما حلفت كاذبا ولا صادقا قبل هذه. يقول يحيى: أنا ما حلفت صادقا ولا كاذبا، هذه أول مرة أحلف. وإن الله إذا مجده العبد في يمينه بقوله الرحمن الرحيم الطالب الغالب استحيا أن يعاقبه، فدعني أحلفه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذبا إلا عوجل. الآن وضعه في مكان ضنك لا يستطيع الخروج منه، فقال: حلف. هارون الرشيد يريد أن يصل إلى الحقيقة، فقال: حلف. قال: قل: برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت الحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه، إن كنت قلت هذا الشعر. هذا حلف فاجر جدا إذا قاله الإنسان وهو كاذب، نسأل الله العافية. عبد الله امتنع. الآن كونه امتنع معناته أنه هناك ريبة. فقال هارون الرشيد للفضل ابن الربيع: يا عباسي، الربيع لا يعرف أباه، كان خدم العباسيين وهو لا يعرف أباه، حتى له طرفة أن أعرابي قال للمنصور: كان أبي رحمه الله، وفعل أبي رحمه الله، وأكلت مع أبي رحمه الله، فجعل هذا الأعرابي يوالي بين الرحمات لأبيه. فالربيع اغتاظ من هذا الترحم، فقال: أتترحم على أبيك في محضر الخليفة؟ فالأعرابي لما نظر إليه قال: لا ألومك، فإنك لم تذق لذة الأب. يقول: فما رؤي المنصور ضاحكا مع ثقله واتزانه مثل ذلك اليوم، حتى رفس في رجليه. فالفضل ابن الربيع، كان الربيع يسمى يا عباسي نسبة إلى العباسيين، فأصبحت هذه الكلمة لكل موال للعباسيين. فقال
هارون الرشيد للفضل ابن الربيع: يا عباسي ما له لا يحلف إن كان صادقا، هذا طيلساني علي، وهذه ثيابي لو حلفني أنها لي لحلفت. هذا الحلف والله لأقول أنها لي، واضح؟ لأنها شديدة جدا. الفضل رفس عبد الله فقال له: قم واحلف ويحك. والفضل كان له هوى، يقول: فحلف وهو يرعد، فحلف وهو يرعد لأنه يعلم أنه قال. فلما حلف ضرب يحيى كتفيه وقال: يا ابن مصعب قطعت والله، قطعت والله لا تفلح بعده. يقولون: ما قام من مجلسه إلا وقد أصيب بالجذع، ومات بعد ثلاث، وشهدوا قبره. طبعا هناك مبالغات أن لما وضعوه في قبره خسف القبر حتى أصبح هاويا جدا لا يرى قعره، فدفنوه بالتراب لا يلحق عليه تراب، فبنوا عليه الخشب حتى يعني لا يفضح هذا الأمر. فعندها هارون الرشيد سعى في قتل يحيى بن عبد الله. لكن هناك مشكلة وقع فيها هارون الرشيد، أنه أعطاه الأمان، وهذا الأمان لا يريد أن ينقضه هارون الرشيد، فاستدعى ثلاثة من الفقهاء: محمد بن الحسن صاحب أبي يوسف القاضي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وأبو البختري وهب بن وهب. فجمعهم هارون في مجلس وعرض عليهم الوثيقة التي كتبها هارون الرشيد للأمان له. فمحمد بن الحسن رضي الله عنه المعروف بالشيباني، وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه، لما رآه وقرأ الكتاب قال: هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه، يعني لا ينقض. فطبعا لم يرق ذلك لهارون الرشيد فنحى، عرضه على الحسن اللؤلؤي ابن زياد اللؤلؤي، فهو قال بصوت ضعيف: هو أمان، ولم يعلق أكثر. أما المسكين وهو أبو البختري وهب بن وهب فقال: هذا باطل منتقل، قد شق عصا الطاعة وسفك الدم، فاقتله ودمه في عنقه. لذلك سحنون المالكي رضي الله عنه يقول: لا تجد إنسانا يبيع آخرته لدنيا غيره كالمفتي. فالإنسان يحذر من هذا الأمر. فطبعا هارون الرشيد حتى يستوثق من هذه الكلمة قال: اذهب إليه وقل إن كان باطلا فمزق. يقولون فأخذ السكين وخرقه حتى أصبح كأنه السيور. فهنا هارون الرشيد يعني وجدها مدخلا، فوضعه في المطبق، وهو سجن عرف للعباسيين. بعد فترة زمنية حضر هارون الرشيد إلى هذا المكان، ويحيى بن عبد الله في أضيق مكان وأظلم مكان، فقال له، ناقشه، ثم أمر فضرب 100 عصا. ثم قال: كم طعامه؟ قال: طعامه 4 أرغفة و8 أرطال ماء. فقال: اجعلوها على النصف. ثم بعد ليال حضر مرة أخرى وضربه 100 عصا. ثم قال: كم طعامه؟ قال: رغيفان و4 أرطال ماء. قال: اجعلوها على النصف. ثم جاء مرة ثالثة وهو ضعيف عليل، قال: كم أجريتم له؟ قالوا: رغيفا ورطلين ماء. قال: اجعلوها على النصف. يقولون ما لبث يحيى أن مات ودفن، لأنه أنقص وأصابه المرض. وقيل في إحدى الروايات أن هارون الرشيد بنى عليه اسطوانة بالرافقة وهو حي، وقيل أنه دس إليه من الليل من خنقه حتى تلف، وقيل أنه سقاه سما، وقيل أنه أجاع السباع ثم ألقاه إليها فأكلت. فهذه يعني من أحوال هارون الرشيد التي فعلها. الله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد، وجزاكم الله خير.